والاتحاد والرياضي. مباراة منتظرة بين وصيف الدوري والترتيب الرابع، الرياض هذا الموسم وجود مختلف تماما عن الموسم الماضي. إدارة الرياض عملت بصمت، نتائجها في السبع جولات تظهر اليوم أن الفريق بيصارع الأندية الصندوق، اليوم في الترتيب الرابع بيقدم أداء مميز من بداية الموسم. على الجانب الآخر الفريق الاتحادي مع لوران بلان بوجود أصبح ما تعرف إيش تقول، يعني إحنا ننتقد بعض الإشكاليات الدفاعية اللي في الفريق، لكن مدرب من سبع مباريات انتصر في ست، رقم مميز. هجوميا الاتحاد يعتبر واحد من أفضل فرق الدوري هجوميا، يملك جميع مفاتيح التسجيل يعني بشتى الطرق، سواء عن طريق الأطراف أو من العمق. اليوم تتكلم عن واحد في سبع جولات صانع ثمانية فرص اللي هو موسى ديابي، عودة كريم بنزيما للتسجيل. الاتحاد هجوميا ما عليه أي خلاف وجود فريق مرعب هجوميا، لكن هي الإشكالية في الجوانب الدفاعية. والسؤال اللي دائما مكرر لإدارة نادي الاتحاد، لاعب بيريرا اللي تم التعاقد معاه لسد إشكالية الدفاع منذ مباراة الهلال من الشوط الثاني، اللاعب مختفي تماما. يعني كانت الأنباء أن اللاعب ممكن يغيب 10 أيام فقط، اليوم تتكلم عن أكثر من شهر اللاعب خارج حتى التدريبات الجماعية للفريق. الفريق أمامه يعني استحقاقات مقبلة، الأسبوع القادم في الكاس أمام الجندل، وبعدها الديربي أمام الأهلي. الفريق يحتاج لسد هذه الخانة وسد هذه الثغرة اللي يعاني منها الفريق، لكن بالمجمل وجود الفريق الاتحادي خلال السبع جولات فريق مرعب هجوميا، في كل مباراة بيسجل عدد يعني كبير من الأهداف. هي الإشكالية زي ما قلنا بوجود الجوانب الدفاعية، على الرغم أنه سيواجه فريق الرياض، فريق يعني من الفرق اللي تتكتل دفاعيا وعندها لاعبين قادرين على الارتدادات الهجومية. تتكلم عن إبراهيم بايش، تتكلم عن لاعب اللي كان مع الحزم الموسم الماضي بيقدم أداء مميز مع الفريق، كذلك توزي لاعب الحزم، كذلك هناك لاعب الطائي. يعني الرياض بكل أمانة هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي، طريقته مع صبري اللموشي مختلفة بشكل كبير. مباراة منتظرة، على الورق الاتحاد الأقرب، الاتحاد الأكمل فنيا وجاهزيا للمباراة، لكن الرياض من الفرق شاهدنا كثير من المباريات خصوصا مباراته مع الهلال، فريق يعرف تماما حكاية الإقفال من المناطق الخلفية والارتداد الهجومي. مباراة منتظرة بإذن الله تعالى، استمتع بها الحضور في الملعب والمشاهدين خلف التلفزيون.